الطرف المدني كملنا اليوم اخر المرافعات ديالنا، وبقات المناوشات النيت ديال دفاع المتهم انه بغى يرد هذه المحاكمه دي كانها محاكمه تتجرى في صراع ما بين شي وحدين مؤمنين وشي وحدين ماشي مؤمنين. عوض يبقى يناقشوا القانون تيوقفوا الدفاع ولا ما ذكرتيش صدق الله عليهم وما ذكرتيش هذا شي وحش من الله الى اخره شي حوايج، بغاو يردوا الصراع صراع ديني، في حين ان 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 الزملاء كانوا تيرفعوا في القانون. اش جاب هذه اذا راه بزز باش خرجنا من هذا النقاش ديال الطرف المدني ومقاطعتنا ونهينا المرافعات ديالنا باش دخلنا للنيابه العامه، وتا النيابه العامه بداو كيقاطعوها النيت. يعني حتى كيدخل الرئيس وكيحث الدفاع ديال المتهم وكيطلب منه بالحاح انه باش يتوقف لانه راه تيخرقوا المسطره. بالنسبه للدفاع بالنسبه للسيد الوكيل العام قسم المرافعه ديالو الى ثلاث محاور. محور الوقائع، ثم محور وسائل الاثبات، ثم محور محور المتابعه، يعني الشق القانوني وفيما مدى مطابقه الوقائع لفصول المتابعه. تكلم عن الوقائع، يعني الوقائع كامله سواء اللي مذكوره في المحضر ديال الشرطه القضائيه او اللي تناقشات امام المحكمه شفويا بعلاقه مع الردود ديال المتهم نيت، وخرج مجموعه من الوقائع اللي هي منسجمه منطقيا ما بين الضحايا كاملين، يعني تيربطها واحد الرابط منطقي واحد الناظم منطقي، ومزكى هذا الناظم المنطقي مزكى حتى من تدخلات ديال المتهم نيت اللي تكلم على مجموعه من الحوايج وتقول هذا اللي قال كذا كذا شي تزكي هذا الكلام هذا. وبالتالي فدزنا يعني من الوقائع اللي ذكر الافعال التي تتقاسمها جميع الضحايا، وانتقل لوسائل الاثبات وتكلم على الادوات التقنيه اللي ضبطتها الشرطه القضائيه العلميه، وبين مجموعه من التطبيقات اللي انا حقاً كنت كنجهلها، كيفاش انه كانت تسجيلات اللي كانت يشرف عليها ابو عشرين كيف كانت تنتقل من 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 يعني من القرص الصلب الى مجموعه من الاجهزه الاخرى تلقائيا، وعاد هو كاين الا بغى يزول شي حاجه يزولها ولا بغى يخليها. السيد الوكيل العام مشى تلقى تكوين تقني في هذه الامور كامله، يعني حتى باش نفهموا الخبره ديال الدرك الملكي خصنا نمشيو، مشينا كنسولوا بعض الاخوان التقنيين باش يوريونا كيفاش انه هذاك الوسائل التقنيه كيفاش انها نقلت ديك الصور وكيفاش انتقلت وكيفاش تم الحفاظ بها وشنو هي بزاف ديال الحوايج ماشي بشكل سطحي. اذا هو مشى لوسائل الاثبات، وكذلك خرج حتى وسائل الاثبات من تصريحات ديال المتهم اثناء النقاش، وبنى كذلك واعتمد كذلك على واحد الوسيله اخرى وهو القاضي كيف يقتنع صميميا بالجريمه وبارتكاب المتهم للفعل الجرمي، يعني بتناسق ديال التصريحات بالاضافه الى الوسائل العلميه انه كاين بعد الثوره الفرنسيه فالموجه ديال القوانين التي جاءت بعد ذلك يعني كانت تجعل او تحمل للقاضي مسؤوليه القناعه الوجدانيه والاعتماد على ما يروج امام المحكمه من اقوال وتصريحات ووسائل اثبات، ومن هناك يخرج القاضي وسائل قناعته، وبالتالي فهو اعتمد على التناسق والنقاش اللي كان. وفعلا يعني كان هناك تكامل ما بين المرافعه ديال السيد الوكيل العام والمرافعه ديال دفاع الطرف المدني الذي ركز على نفس الوسائل النيت وركز على الوقائع كذلك، وكل واحد كيشد شي جانب وكاين شي حوايج اللي تعاودت هنا وهنا ماشي مشكل، ولكن كل واحد كيجدها في نسقها الخاص. الان توقفت الجلسه للاستراحه بعد ما تكلم السيد الوكيل العام كذلك على كيجبد كل حاله على حيده وتيبين الاقوال ديالها والتصريحات وكيبين كيفاش يعني تيبين العناصر ديال الاقتناع بكلام ديال ذاك الضحيه، ما هي عناصر اقناعنا بكلامها متناسق مع الضحيه الاخرى ومشتركين
في نفس المواصفات ديال الافعال اللي تيرتكب المتهم عشرين على كل وحده. يعني كاين مواصفات، وسبق لينا قلت واحد الوقت بانه هذا اجرام تسلسلي، يعني نفس الاسلوب اللي تيدير مع هذه كيدير مع هذه كيدير مع هذه كيدير مع هذه. بقات يعني تكلم على تكلم الان على نائمه الحروري، تكلم على خلود، تكلم على ساره المرس، وتكلم على الحلاوي، وتكلم على ملحاف. دابا الان غادي يدخل ويكمل ويتكلم على مشكور قلت قبيلة الاخ مشكور، وهنا وباقي غيكمل على الحالات، ثم غيدخل باش يتكلم على الفصول ديال القانون. قلتي لي لحظات لا، هو المداخله ديال السيد الوكيل العام يعني باعتباره يعايش الملف منذ البدايه والاشراف، فكلها كانت لحظات القوه. اي كلام عنده فهو تيوصل الفعل الجرمي للقناعه المحكمه، كيوصلوا بالوقائع ووسائل الاثبات. بمعنى ان الان حنايا كرجال القانون راه فرصنا نصوص قانونيه، يكفي اننا كنتكلموا على الوقائع وعلى وسائل الاثبات، فبلا ما نجيو من بعد ونقولوا ودي راه النص القانون كيقول كذا وكذا، اذا هذه الوقائع تنطبق على هذا النص او هذا النص ينطبق على الوقائع. يمكن غير رجال القانون تيحتاجوا اننا ملي غنصدوا الوقائع ووسائل الاثبات اننا نتكلموا على النص القانوني ياك. ولكن حنايا الان تقريبا وصلنا للمرحله الاخيره، هي انه غادي يتكلم على النصوص القانونيه وسيطبقوا على الوقائع. انا تنقول بانه فعلا انه كاين شي لحظات اللي ما صبرش فيها المتهم كذلك، وناض كيحتج على السيد الوكيل العام، وكذلك احتج الاستاذ زيان، احتج على النيابه العامه فاش جبد عفاف برناني وقال عليها بانها غيرت اقوالها بسوء نيه. ناض كيغوت وتيحتج يقول لا ما غيرتش بسوء نيه، وتيمنع الوكيل العام باش يكمل، تيقول لا ما تقولش كذا. المحكمه وقفت وقالت له ودي بانه هذه وجهه نظر ديال النيابه العامه، ما يمكنش تقول تحكم فيها او تقول لا يبدل الى اخره. وتا حنا تنقولوا بانه هذيك عفاف برناني جاءت كذلك لكي تشوش على تصريحات الضحايا، جاءت لكي تحاول بان تكسر ذلك الناظم الذي يحكم جميع التصريحات. ولكن الان كاين حكم قضى عليها بالادانه من ذاك الاجراءات اللي دارت، وبالتالي هذه واحد اللحظه من اللحظات اللي تارت شويه ديال التشنج ما بين النيابه العامه ودفاع المتهم.